أعزائي الطلاب، نتابع مع الجزء الثاني من محاضرة الإظهار المرئي. كنا في الجزء الأول توقفنا عند تابع التوزيع التراكمي التجريبي. سنتحدث الآن عن الرسوم البيانية المبعثرة. حقيقة يعني ما نسميه السكاتر بلوت، الرسوم البيانية المبعثرة هي قد يبدو الاسم غريبا للوهلة الأولى، ولكنه ليس بالجديد. كلنا معتاد على هذه الرسوم وكلنا استخدمها في سابقا. هي ببساطة مثلا رسوم، إذا كان رسم ثنائي الأبعاد يمكن أن يمثل سمتين أو العلاقة بينهما، فنرسم مثلا برسم مستوي إقليدي، فنأخذ على المحور الأفقي قيم إحدى السمات، فليكن يعني هذا المحور يحمل قيم عرض البتلي، وعلى المحور الأفق العمودي قيم لسيمة أخرى وليكن طول السبلي. فكل من عرض البتلي وطول السبلي سيوافق الإحداثيات X Y بهذا المستوي. فمثلا الإحداثي X هو عرض البتلي، يعني قيم عرض البتلي هي الإحداثي X، وطول السبلي لنفس العينة يوافق الإحداثي Y. فيمكن أن نرسم على شكل نقاط في هذا المستوي. كما ذكرت سابقا أنه بيانات زهرة السوسن اللي عم ناخذ عليها أمثلة تجريبية هي مصنفة بثلاث أصناف، فيمكن أن نرسم علامة مختلفة لكل صنف. فمثلا نرسم دائرة صغيرة لأحد الأصناف، إشارة ضرب لأحد الأصناف، إشارة زائد لصنف آخر، وهكذا فيسهل مرئيا بصريا تمييز الأصناف عن بعضها، تمييز توزع الأصناف واستنتاج النمط من توزعها. هذا يسمى، هذه المنحنيات تسمى الرسوم البيانية المبعثرة. هنا في الشكل لدينا أمثلة ل 16، هو الحقيقة ليست 16، نحن لدينا أربع سمات مختارة. فمن أجل هذه الأربع سمات مختارة، لو أخذنا الجداء الديكارتي واستثنينا أن نرسم الميزة مع نفسها، فسنحصل على 12 رسم بياني. سنحصل على 12 رسم بياني. هنا يوجد 6 وهنا 6. لاحظ أنه لم نرسم العلاقة بين السمة الواحدة ونفسها. يمكن توسيع الرسوم البيانية المبعثرة لتشمل بدل السمتين سمة ثالثة. يعني في المستوي عادة المستوي يحمل محورين، وبالتالي يمكن أن نظهر سمتين فقط، ولكن يمكن توسيعه لإظهار قيم سمة ثالثة. مثلا أحد الطرق في التوسيع هي أن نعطي للعلامة التي سنستخدمها للتعبير عن العينة حجم يتناسب مع قيمتها. فلاحظ أنا رسمت هون بهذا الشكل، بهذا الشكل علاقة بين عرض البتلي وطول البتلي، ولكن أضفت سمة ثالثة حجم العلامة يتناسب معه وهو عرض السبلي، ورسمت عينات من الأصناف الثلاثة. فإذا العلامة هون اللي شايفينها اللي كانت مربع واللي كانت دائرة هون دائرة مغمقة، إنه حجم الدائرة يتناسب مع قيمة عرض السبلي. عرض السبلي هو ميزة ثالثة. الميزة الأولى اللي أنا مثلتها المحور الأفقي هي طول البتلي، والأخرى مثلتها هون عرض البتلي على المحور العمودي. مكان يعني الإحداثي لكل من هدول النقاط، الإحداثي لكل هدول النقاط يعني هون مثلا هون هدول هو يمثل قيم طول البتلي وعرض البتلي، ولكن بنفس الوقت أنا مرئيا عم بقدر شوف حجم العلامة عم تكبر أو عم تصغر. هذا بيعطينا دليل على قيمة ميزة ثالثة اللي هي هون مثلا تم اختيارها لتكون عرض السبلي. ننتقل الآن
مخططات تستخدم للإظهار المرئي لأنواع أخرى من البيانات. بعد أن أنهينا الحديث عن الإظهار المرئي لسمات لسمتين أو أكثر حتى ثلاثة، يعني هو الأساس سمتين، المخطط أساسه لسمة أو سمتين، ثم يمكن حتى توسيعه حتى سمة ثالثة. سننتقل الآن إلى إظهار المرئي لبيانات مثلا زمانية مكانية، بيانات مرتبطة في الزمن تتغير مع الزمن وتتغير مع المكان. فمثلا نلاحظ هنا بالشكل خريطة تعطيني توزيع درجات الحرارة على مناطق مختلفة في الكرة الأرضية أو مناطق مختلفة في سطح البحار على السطح المائي بين الكرة الأرضية في شهر كانون الأول عام 1998. الألوان، تغير الألوان، يعني لاحظ هنا تتغير من الكاشف إلى الغامق، كل ما ازداد اللون يعني غمقا ازداد درجة السواد، القيمة يعبر عن قيمة أعلى، اللون الكاشف يعبر عن قيمة أدنى. فأحد الـ يعني ما يميز هذه المناطق اللونية هو أنه كل منطقة لونية محصورة بحدود، فهالحدود هاي بنسميها الكونتور، منحنيات الحدود تسمى الكونتور. فإذا هنا يتم رسم كونتور حول المناطق من سطح البحر التي تحمل درجة حرارة متساوية، وكلما ازداد اللون قيمة اللون انخفاضا أو ارتفاعا يزداد تغير اللون من الأبيض إلى الأسود كما نشاهد هنا في المخطط هذا. يمكن تمثيل هذا الشكل، تكرير هذا الشكل لعدة أشهر من السنة، فيمكن أن أظهر 12 شكل جنب بعضهم من أجل 12 شهر في السنة الواحدة. وبنفس الوقت يعني حاليا أنا ممكن باستخدام الوسائل الإلكترونية للعرض أنه أنا عم استخدم نفس الأبعاد للصورة للشكل من أجل كل شهر، فممكن أنا بتقليب الصورة أن تعرض بنفس الإطار وبشكل متسلسل وألاحظ التغيرات من شهر إلى شهر، ألاحظ التغيرات وأماكنها من شهر إلى شهر. فهذا صار العرض زماني مكاني، عرض البيانات زماني مكاني. ننتقل إلى نوع آخر من العرض وهو المخططات الحقلية أو مخططات الحقول الشعاعية. تستخدم هذا النوع من الإظهار مع بيانات يكون لها قيمة واتجاه. مثلا تتذكرون شعاع التدرج الذي درسناه مادة معالجة الصورة، كيف أنه عبرنا عن تغيرات الكثافة اللونية بشعاع بقيمة واتجاه، يعني لأنه التغيرات الكثافة اللونية بتكون وفق اتجاهين، وفق الإحداث X وفق الإحداث Y، وبالتالي تغيراتها وفق الإحداثيين X و Y معا هي عبارة عن شعاع، هي قيمة واتجاه، تغير بقدر معين وفق اتجاه معين. فمثلناها بأشعة، فيمكن أن تظهر لنا الأشعة بهذا الشكل الذي نراه حاليا. يمكن أيضا مثلا لدينا منحني بياني يعرض الكثافة لسائل وفق إحداثيات مكانية معينة، وفق إحداثيات معينة تغيرات الكثافة هي نفس شعاع التدرج، يعني هي تحسب مركبات المشتق، المشتق بالنسبة للمحور الأفقي والمشتق بالنسبة للمحور العمودي. ممكن أيضا في تطبيق آخر من مادة التحليل الصور أنه عند متابعة حركة أجسام معينة يمكن أن يظهر هذا على شكل أشعة، أنه بكسل معين شدة اللونية مقدار معين تحرك من نقطة إلى أخرى من بكسل إلى آخر، فنقول أنه
فنقول انه هذا البكسل الذي شدته كذا بدأ بهذه النقطة بالصورة السابقة ووصل إلى هذه النقطة بالصورة الحالية، فيمكن أن يظهر على شكل شعاع بهذا الشكل. هذا يسمى التدفق الضوئي، Optical Flow Field، حقل التدفق الضوئي، أنه كيف تتغير القيم اللونية في الصورة من أجل البكسلات أو نقاط معينة. وبشكل مشابه يوجد الكثير من البيانات التي تقبل أو تحتاج إلى معالجة بهذه الطريقة. الإظهار المرئي لبيانات ذات أبعاد عالية، أحد طرق إظهار البيانات ذات أبعاد عالية هي المصفوفات. المصفوفات هي عبارة عن أرقام مرتبة بأسطر وأعمدة، يمكن النظر إليها أن الأسطر لها إحداثيات X أو مجالات معينة، والأعمدة هي الإحداثي Y أو مجالات معينة على الإحداثي Y. والقيم الموجودة في المصفوفة هي تعبر عن قيمة سمة ثالثي موافقة للكائن نفسه الذي يحمل قيمة هاتين السمتين. يعني كل نقطة بهالشكل هذا هون هي توافق مكان إحداثي طول وعرض معين مثلا، بينما النقطة اللون اللي يتم إظهاره هو يتم إظهار مثلا درجة الحرارة أو الضغط أو قيمة معينة ما نريد إظهارها عن هذه النقطة من سطح الأرض. هذه الطريقة هي تسمى طريقة المصفوفات، إظهار قيمة سمة ثالثي كتابع لسمتين أوليتين أولى وثانية، مثل الصورة تماما، نفس الصور. نحن شفنا أنه الصورة نمثل فيها شدة الإضاءة كتابع للإحداثيات البكسل، فإحداثي X هو سمة أولى، الإحداثي Y هو سمة ثانية، وشدة الإضاءة اللونية هي سمة ثالثي. بنفس الطريقة هنا نظهر مثلا تغير الضغط مع إحداثيات الطول والعرض أو إحداثيات أخرى معينة مكانية. غالباً ما تظهر المصفوفة هذه كصورة، ويتم إظهار يعني استخدام الإضاءة، شدة الإضاءة، تغيرات الإضاءة من المعتم إلى الكاشف إلى المضيء للدلالة على شدة أو قيمة سمة ثالثي. من أجل البيانات ذات الأبعاد العالية، يعني الأكثر من 2 وأكثر من 3، ممكن أن نستخدم مثلاً المصفوفات أيضاً. المصفوفات فرضاً ممكن أن نستخدم مصفوفة الارتباط، إظهار مصفوفة الارتباط سيعطي معلومات. فمثلاً أنا ممكن من أجل قيمة سمة معينة أظهر الأصناف الثلاثي لزهرة السوسن بهذا الشكل. فالقيم اللونية بداخل كل مصفوفة، وليكن هذه المصفوفة، تعبر عن أنا هنا استخدمت مصفوفة الارتباط، فهي تعبر عن قيمة الارتباط، شدة الكوريليشن. فكل ما ازدادت القيمة، يعني كل ما كان اللون أبيض، هون استخدمنا سكيل عكسي، لاحظ استخدمنا سكيل عكسي، انه اللون الغامق جدا هو صفر واللون الفاتح او الابيض هو واحد. فكل ما كان اللون غامق كل ما كان الارتباط قليل بين هدول الميزتين او بين هدول الصنفين. فلاحظ انا هلا هون مثلا بهي المصفوفة اللي علمتها عم اعرض قيم الارتباط كورليشن بين بيانات اللي هي من النوع فيرسيكولر وبيانات من نوع سيتوسيا. هن اثنيناتهم نوعين جزئيين من بيانات السوسن، من زهرة السوسن. فلاحظ انه العلاقة الارتباط بين سيتوسا وسيتوسا هو يظهر بهاي المصفوفة اللي هي غالبا بيضاء ما تخلو من بعض النقاط الرمادية الخفيفة تدل على التغيرات، يعني هناك تداخلات دائما بين الأصناف، ليست العلاقات مثالية. و
وهنا كذلك لاحظ أن اللون أبيض تماماً، هون الأبيض تماماً. اللون الأسود هذا راح أعلمه بلون أخضر أنا بمحيط أخضر، هذا اللون المصفوفي هاي أغلب قيمة سوداء تدل على ترابط ضعيف، تشابه ضعيف بين السيتوسا والفيرجينيكا. فكل ما كان اللون غامق كل ما كانت المصفوفي غامقة يعني شاحبي، فبيكون الارتباط أقل، بيكون التشابه ممكن مثلا يكون أقل إذا كنا عم نستخدم علاقات التشابه. كنا قد حدثنا نحن في محاضرات سابقة عن التشابه وعن المسافة وعن الارتباط وكيفية استخدامهم للمقارنة بين البيانات. أخيراً أعرض لكم مبادئ تسمى يعني تسمى مبادئ أكسنت في العرض المرئي. يعني يفضل دائماً أن نأخذ هذه المبادئ بعين الاعتبار. مثلاً أهم مبدأ هو الإدراك، يعني أن تظهر البيانات في الرسم البياني بشكل مفهوم، يكون لدى الأوبزيرفر المراقب أو الشخص المقيم القدرة على فهم العلاقة بين المتحولات المعروضة في الصورة. الوضوح، يجب أن تكون واضحة، أن يظهر التباين بين العناصر في الرسم، أن لا يكون الرسوم الخطوط متراكبة فوق بعضها. يعني ممكن أنا عم برسم مثلا خطوط عم بستخدم المضلع التكراري وبلاحظ أنه ما ظهر عندي غير عمودين والباقي كله أصفار، يعني البيانات متوزعة بهالمجال مجال العمودين، فمن الإجحاف أنه أنا أظهرها كعمودين أو أظهرها بعدد أعمدي أو بعرض عمود بهذا الشكل، فلازم أنا أروح للعمودين هدول وأظهر منهم أعمدي جزئية، جزئ المجال إلى مجالات أضيق بحيث تظهر التغيرات بشكل أدق. بنفس الطريقة إذا شفت أنا البيانات مثلاً بمنحنيات البعثرة، شفت النقاط كلها متراكبة فوق بعضها وأنا غير قادر كمراقب أو مشاهد أنه أفصل بيناتها، فلازم روح أنا زود دقة العرض، يعني بدل ما خلي التدريجي 1 سنتي خليها 1 ميلي، فبتظهر تتباعد النقاط عن بعضها وبتظهر العلاقة بين البيانات. الاتساق وهي القدرة على تفسير رسم بياني استنادا لمشابهته لرسم بياني سابق. الفعالية، القدرة على تمثيل علاقة معقدة بطريقة بسيطة، يعني كل ما أنا قدرت بسط الرسم كل ما كانت الفعالية الرسم أعلى. الحاجة، الضرورة أو الحاجة، الحاجة لرسم البياني هي بغرض تحليله، فكل ما كنت قادر إني استفيد من الرسم البياني كل ما كنت أنا عم بلبي الحاجة أكثر من العرض البياني. الصدق، يجب أن تكون العرض يتسم بالمصداقية، يعني يقوم بعرض قيم حقيقية فعلا على الشكل. إلى هنا تكون انتهت محاضرة اليوم، انتهى نهاية الجزء الثاني من محاضرة العرض المائي للبيانات. أرجو أن تكون حصلت لكم الفائدة المناسبة، وإلى أن نلتقي في محاضرة جديدة، أستودعكم الله.